حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض مانع المطري المستشار الإعلامي لوزير الخارجية اليمنية. أستاذ مانع، أهلا بك معنا. بداية، برأيك هل يمكن ربط هذا التفجير بالوقت الذي تكافح فيه القوات اليمنية بإسناد من التحالف العربي تنظيمي القاعدة وداعش في أماكن متفرقة بالبلاد؟ الحقيقة أن هذا التفجير يأتي بعد أن تعرضت الجماعات المتطرفة لضربات قاسية وموجعة من قوات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية اليمنية، ولهذا غيرت من أسلوبها. كانت في الماضي تعتمد على احتلال مناطق ومحاولة إقامة ما يشبه الإمارة داخل الأراضي اليمنية، و بعد أن تعرضت لضربات كثيرة سواء في المحفد أو في حضرموت لجأت الآن إلى هذا الأسلوب، وهو الأسلوب التفجير والسيارات المفخخة. لا شك أن الأجهزة الأمنية اليمنية ستضاعف الجهود في اجتثاث هذه التنظيمات المتطرفة ومضاعفة الجهود الاستخباراتية حتى التمكن من القضاء عليها و إلقاء القبض على الخلايا التي تتحرك وتقوم بهذه الأعمال الإرهابية. نعم أستاذ مانع، كيف تسير جهود مكافحة الإرهاب في اليمن بالأخص ضد تنظيم القاعدة؟ الحكومة اليمنية لا تألو جهدا في محاربة قوى التطرف والإرهاب مختلف مسمياتها، سواء كانت داعش أو القاعدة أو جماعة الحوثي، وتعمل بكل طاقتها لمواجهة هذه القوى المتطرفة. والجميع يعلم أن المؤسسة الأمنية في اليمن تعرضت لانتكاسات كبيرة بسبب الانقلاب وجرى إعادة بنائها. لا شك أنها تحتاج إلى مزيدا من الجهد ومزيدا من الدعم والمساندة من الأشقاء في التحالف العربي و القوى الدولية الشريكة للجمهورية اليمنية في محاربة الإرهاب. الأجهزة الأمنية تحتاج إلى مزيدا من التدريب ومزيدا من الدعم. نعمل تعاون الأشقاء والأصدقاء في تعزيز دور الأجهزة الأمنية لتتمكن من التصدي للجماعات الإرهابية وإعادة الأمور إلى نصابها. طيب، يعني هل هناك نستطيع القول خطة حكومية معينة لمكافحة الإرهاب؟ بلا شك أن الأجهزة الأمنية تعمل وفقا لخطة واضحة. كانت في البداية تعتمد على أو نفذ جزء كبير من هذه الخطة فيما يتعلق بالقضاء على أماكن تواجد الجماعات الإرهابية سواء في حضرموت أو في المحفد أو في أي مكان تتواجد فيه وتحاول فيه إنشاء إمارة أو معسكرات تدريب. والمرحلة الثانية تنتقل إلى ملاحقة خلايا التنظيم المتواجدة في أماكن عدة والتي تعمل بشكل خفي وغير معلن. المرحلة القادمة ستشهد نشاطا استخباراتيا مكثفا لمحاصرة هذه الخلايا واجتثاثها. طيب، هل هناك أي تعزيزات أمنية جديدة قد تتخذ في العاصمة المؤقتة عدن؟ لا شك أن الأجهزة الأمنية سترفع من درجة اليقظة و الرقابة على تحركات الجماعات الميليشياوية أو المتطرفة التي تتحرك في أكثر من مكان في وادي حضرموت أو في مدينة حضرموت. الأجهزة الأمنية والجيش الوطني هناك حظر حمل السلاح، وفي عدن أيضا هناك إجراءات أمنية اتخذت ل ضمان الحد من إمكانية تحرك هذه الخلايا وتمكين الأجهزة الأمنية من ضبط الوضع الأمني، ومزيدا من الإجراءات التي ستتخذ في المرحلة القادمة من أجل تعزيز القدرة الاستخباراتية للأجهزة الأمنية. نعم أستاذ مانع المطري المستشار الإعلامي لوزير الخارجية اليمنية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك.